العشرة متاع الصباح. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فول، الناس كلها اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من الماتينال سيديس على اي اف ام. 17 دقائق، جمعه جديده، امل جديد، ان شاء الله تكونوا عديتوا ويكاند الاول، ارتحتوا فيه كيما يلزم وعبيتوا ما يكفي من انرجي باش تقاوموا اسبوع جديد متاع عمل يبدو انه باش يكون سخون شويه. اكثر اخبار على الميتيو ان شاء الله في راس الساعه. على كل، احنا مع بعضنا كالعاده من تول العشره متاع الصباح، فيقوا بعضنا نشطوا بعضنا، نحكيوا في اللي يهمنا واللي ما يهمناش من اخبار من تونس والعالم. ان شاء الله يتعدلكم نهار باهي ما تسمعوا فيه كان الاخبار الحلوه. في اخبارنا احنا باش نرجعوا على البارتي الماستيسر بتاع ليكيب ناسيونال كونتر ناميبيا، باش نحكيو على الديكلاراسيون بتاع وزارة التربية اللي قالت انها اكتشفت شبكات كاملة للغش في البكالوريا. اليوم احنا في النهار الرابع من امتحانات البكالوريا، بالتوفيق للجميع. باش يكون معنا سي منذر العافي، مدير الاتصال بوزارة التربية، باش نحكيو في تفاصيل الشبكات متاع الغش هذية. باش نحكيو على راس جدير وتواصل الغلق مع مراسلنا ميمون التونسي مراسل إيفاو. باش نحكيو طبعا على انطلاق بيع الأضاحي بنقاط البيع بشركة اللحوم على بعد 6 أيام من العيد الكبير. باش نحكيو على اللي صار في فرنسا وحل البرلمان، علاش صار هذية، تفاصيل تهمنا ولا ما تهمناش، تنحكي وتنفهموها. اسكو فما معناها اون ريدوندونس، فما دي كونسيكونس اللي صاير في فرنسا على اوروبا الكل وبالتالي على تونس في المستقبل. نحكيو في التفاصيل الشيء هذايا في ليميسيون نتاع اليوم اللي كي العاده مانيش وحدي فيها، ايكيب كامله باش ترافقكم في حلقه الاثنين 10 جوان 2024 من ماتينال سيديس على اي اف ام. من 7 ل 10 نتاع الصباح بالأحمر ريش الحمروني، صباح النور. صباح الخير خالد، تحية ليك لكافة الفريق ولكافة مستمعي إذاعة إي إف إم. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، إن شاء الله البارتي الثانية اللي قعدت من امتحانات البكالوريا يكون فيها كان التوفيق لتلامذتنا، إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أنا قلت بالأحمر ودرت الأسامة السحفي، ما عرفت شنو اللون ذكرة ولا انا دالتونيا، ما نعرف شنو الرمادي. صباح الخير رمادي هذاك، صباح الخير اسامه السعفي، نهارك زين ورضيت والدين سي خالد. هذا اللون اللي انا ما نعرفوش خاطرني انا دالتونيا. انت شنو هي دالتونيا؟ دالتونيا دالتونيا. اوكي اوكي، بالحق شنو هذيك جري؟ وصلت المعلومه. انت دالتونيا نراك جري جري، ماهوش جري هذيك اخضر. راهو يناقشوا في مريولي، ما فهمتش انا والله. له جري هاي والله. تحية كبيرة للناس اللي يسمعوا فينا الكل، تحية للناس اللي تاخد ترانسبور الصباح لأنهم عباد مناضلين بالنسبة لي أنا. الوضعية متاع النقل متاعنا، خليني نعمل تصبيحتي على العباد اللي تبعوا فينا خالد. فما عباد تسمع في كرهبة، فما عباد زادة حتى الكيتو تاخد ترانسبور الصباح. نحب هذوكم نعمل لهم تحية خاصة وخاصة جدا لأنهم بالحق عباد مناضلين. راهو اللي يخدم 7 و8 راهو يقوم الفجيري باش ينجم يخلط على الترانسبور العظيم ممتع تونس. Exactement. بغض النظر على لون مريولي. المستمعين ربي والمشاهدين، ندخلوا الباج فيسبوك راديو اي اف ام وشين يوتيوب اي اف ام تي في. كواكو ما كومش مش كيما نغزروا له نحن كيما في الريتور نتاعنا، اما اللون هذايا فير اوليف كيما المريول نتاع ليكيب ناسيونال في الكوب دي مونت. فير اوليف معناها اخضر زيتوني. قال لي اما الجري حتى انت لازم تمشي تعدي. سافا الويكاند سينو تري بيان الويكاند. بحرت ولا لا؟ لا ما بحرتش، ما صحش نبحر. الظروف معينه حال دون اني نمشي للبحر. لا با دو تو، ما سكروش البحر، تفرهت الحقيقه اوترومون. قط بالقدا البحر ماهوش باش يهرب بالحق. ما يقلقش، ناقصه ياسر ياسر نوم. دونك عوضت النوم، سورتو يولي ساعات خير بالسخانه هذيك نتاع الطقس، انك تقعد في الدار وترقد بالقدا خير. ويكاندك باهي انت وسامه ولا؟ فلا سافا، كيف ريج تقريبا. حاولت اني نشبع بالنوم، اي رقدت بالقدا بالقدا. ماني تو احنا نقعدوا نخدموا جمعه كامله وبعد يجي الويكاند نرقدوا. ما تخلينيش نحكي على الصيف، ما تخلينيش. شوف جات درجه حراره مرتفعه، ديكو ما تنجم تعمل حتى شيء، وهذاك علاش انا انسان شتوي بامتياز. نكره الصيف، ولو كنت سيبني نعمل لك تيراده نتاع نص ساعه على الفرق بين الصيف والشتاء. راهو مشكله في الصيف انك راهو تقوم ل 11 تلقاها 39 دوغري، شنو هو اللي تنجم تعمله بخلاف انك ترقد؟ بخلاف تفرجت في الفينال رولان جاروس نسي، تفرجت في برشا حاجات في التلفزه. اي نهار سبت نحكي لك. اي اي بالنسبه لحد تقريبا ما خرجت كان العشيه لانه نهار كامل سخانه بالرسمي في الصيف. واحد ما ينجم يعمل حد شيء ابار انه يمشي للبحر ولا يستنى العشيه تبرد.
قال لي اخر توا ولا نبردوا القايله. بردنا القايله اخويا. هاي سيدي باهي تو بعد شويه نكملوا نحكيوا في البروغرامات نتاعكم تاع الويكاند. نقول لك انا عديت كيف كيفكم نهار الجمعه خرجت كملت فرهت شويه سبت واحد في في الدار عملت ويكاند افلام مصريه ماستر القديمه هذيك ويكاند محمد هنيدي وعادل امام ما بنها والله ما بنها والله لا لا انا رجعت طفولتي طفولتي القايله مع رولان جاروس اما نتفرج الحمد لله صحيح اقسم بالله هذيك طفولتي بالحق خاطر كان الولد مغروم برشا بالفرنس 2 انتين 2 نقولوا احنا قبل وديما رولان جاروس في القايله ونقعدوا سورتو البريود هذيا نتاع جوان فينال 3-2 درا قداش من ساعه انا عجبتني الطليانيه ليلي عجبتني الطليانيه خسره فينال خسره فينال وتضحك ليه هي طفله صغيره معليه وخسره فينال وتضحك وفرحت للمنافسه نتاعها وقداش عندها اسبري سبورتيف محليها معناها المراه جين صباح النور صباح الفل الويكاند باهي والله فينال ما مشيت عمت صحه وفرحه صحه وفرحه مانيش نقول لك حكينا على البروجرام تاعك هذا كلنا غايرين منك دونك تعاد ديريكت مولنا فتره فيك مرحبا بكم من جديد 27 دقيقة الاثنين 10 جوان 2024 بعد شوية باش نحكيو على الامتحانات اما خلينا ميسال ان شاء الله غالب مكره هون اخاك لبطل نحكيو شوية على الماتش متاع ليكيب ناسيونال فرشت البارح تفرجت بيان سور اكيد تفرجت ساعنا في بالي الماتش 8 طلع 5 قلت ساتون بيان مادامني مازلت في الدار ومازلت الدنيا سخونة وقايلة ديكو بديت نتفرج الحقيقة ما بدلتش انا قعدت تفرج في الفينال تاع رولان جاروس شكون؟ انا قعدت تفرج في الفينال تاع رولان جاروس ما بدلتش لا بدلت انا الحق نتاع ربي وقت اللي جاتني نوتيفيكاسيون انه الماتش 5 بدلت بون فما من بين الايجابيات نتاع الماتش انه هزني النوم دو تون زون تون في وسط الماتش مشكور صديقنا المعلق لطفي خالد على القناة الوطنية على صبره وعلى الكلمة اللي قعد يعاود فيها وعني حذاري 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 والخطة اللي لعب بها المدرب الوطني اللي لقات برشا تنبير على مواقع التواصل الاجتماعي هتنشوفوا التصويرة خالد متاع الخطة اللي لعب بها المدرب الوطني هيا قدامك ديجا مش تحلل بالحق لا لا مش باش نحلل اخزر لا خطه تفتح يا ورده هذه خطه معناها واحد يلعب وينو الميليو وينو بالرسمي معناها وسط الـ وسط الـ وسط الميدان لعبه قطوس صحيح تحسها ما مسها ما 60 قطوس هذيك نتاع الصغر بالحق معناها والله باهت انا صحيح اللي يعني المدرب الحالي مش فوتوشوب هذيك هذيك ماخذينها من التحليل نتاع القناه السعوديه اس اس ان اس اس سي ان اس سي دونك اس اس سي القناه السعوديه دونك بصراحه ما فهمتش انا ليكيب ناسيونال البارح كيفاش لعبت من الاخر استرنا ربي وخذينا النقطه اللي ما كناش نستحقوها ولكن الحمد لله 4 بوان سور 6 من زوج مباريات ما عملنا فيهم حتى شيء دونك سوا هنا مش معناه نوصلوا هكا مش معناه نوصلوا هكا اما تصور الحمد لله ليه انت تصور لا قدر الله نترشحوا المونديال عليه لا قدر الله خاطر بالرسمي انا بنا نيفو لا 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 ما نسيش نمشيو ونخسروا ما نمشيش لا لا نمشي يزينا ما مشينا يزينا ما مشينا للمونديال ما نحبش تفرش علاش نمشيو للمونديال ولي زوبيراتور نتاع التليفونات الكل يعملوا لنا غنايات وهنا ما جوستمون باش تحكي يزي كاش تخلص شنو نخلص كاش تخلص ما نخلص عليهم يعملوا غنايات واحد وجاو وتتحرك الدنيا ونعملوا احنا خيمه في الحبيب بورقيبه والجو هذاك الكل لازم تمشي لكيف نشر الكل كيما تمشينا لا يزينا ما رفضنا كيما تمشي شيء مشينا احنا بالحق لا فما كيبي تخلص يزي بلا تنبير بلا واحد تستاهل تمشي لا نمشي حتى خايبين وكاتاستروفيك نمشيو لكوب دي مونت وغادي يحلها ربي حتى احنا ماشيين لكوب دي مونت حتى احنا ماشيين بخطه يحلها ربي ديجا يا ولدي حكايه اخرى ديك موضوع اخر اما لتونس لازم تمشي لكوب دي مونت خايبه مش خايبه عارفين خايب اما نحبوها تمشي لكوب دي مونت ولازم تمشي لكوب دي مونت نقطه ورجع راجعين تتفكروا كالجيل خالد اللي ما تقريبا ما عمل حد شيء كالجيل اللي بالرسمي خلينا خلى استاد فارغ وقت اللي تلعب ليكيب ناسيونال لعبت بورتون فيك بورتون فيها سيمي كبير اما البارح والله العظيم انا اللي باهتني توا ما نعرفش انا مثلا الديفونس نتاعنا بالغندري فاش يعمل
يا ودي تونس فما جينيراسيون باهي جيبوا لهم ستاف تتفرج في جويني بحضر لبحضر الجول باهي تنجم تعمل حاجه 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 باهي ليكيب ناسيونال اختانا يا خويا ما تدخلوش في ما تبداش تحملي نتاع لا لا اكل اللي اختانا ما نمشيوش لناكلو لا نعملوا الفضح نمشيو خلينا نعملوا الفضح انا من اللي كنا تبي تبيعتنا باش نعملوا بالا نحكيوا على الامتحانات خاطر حتى في الامتحانات ما هموش عاملوا الفضح اما عملوا شويه مشاكل بعض بعض البؤر نتاع الغش في الامتحانات نتاع البكالوريا تم اكتشافها من طرف وزارة التربية باش نحكيو في تفاصيل احنا مشكور سي منذر العافي مدير الاتصال بوزارة التربية صباح النور صباح الورد مرحبا صباح الفل والياسمين يا عايش الامور باهية اليوم ساعة او مازال سبعة دراج الحمد لله تعدت ثلاث ايام ان شاء الله عدت بشكل جيد وفرق المتابعة المرسلة من وزارة التربية لكافة الجهات والمراكز قامت بالمراقبة نتاعها وعملت بما يقتضيه القانون وبما تقتضيه أعراف العمل في المراكز الامتحانات والحقيقة ثم جدية ثم حرص كبير من كل فرق المراقبة المرسلة ومن قبل المندوبات الجهوية للتربية اللي هما يعرفوا منها كيفية التعاطي مع الوضعيات في مراكز الامتحان وكيفية تأطير التلاميذ ومراقبتهم وإن شاء الله نأمل الثلاث أيام الباقيين يكونوا أحسن وأفضل ونأمل أن تلامذتنا يجتازوا امتحاناتهم بشكل جيد وبعيدا عن كل مظاهر المظاهر المختلفة. هو 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 في العموم اللي فور واضح اللي فور متاع وزارة التربية وزارة الداخلية وكل القائمين على الامتحانات هذه واضح فما مقاومة كبيرة للغش فما من اورجانيزاسيون باهية ماشية مليح الأمور وإن شاء الله نوصلوا لآخر أيامات البكالوريا بسلام كما أبديناها مي نعم مي سالش نحكيه على الحاجات الخايبة شوية اللي في الوسط نحكيه على اكتشاف اكتشاف شبكات كاملة للغش في البكالوريا ونحكيه حتى على إحالة مراقبي مركز امتحانات على التحقيق نبدأ بالشبكات متاع الغش شوف كما قلت توا وزارة الداخلية وزارة التربية وزارة تكنولوجيا الاتصال وكل المتدخلين في العملية ثم يقضى سيبرنية كبيرة وثم احتياطات أمن سيبرني وأمن واقعي وتبارا وزارة الداخلية قائمة بواجبها وزارة الداخلية بفرق متاعها وزارة التربية بفرقها وبمختصيها كذلك قائمة بواجبها تسجيل حالات الغش احنا كل عام وزارة التربية تسجل حالات الغش لأن الغش في الامتحان ليس حدثا طبعاً غير عادي لكن طبعاً. نحن كل مع كل حالة غش نستنفر ومع كل حالة غش نحاول أن نحبط الغش اليوم الأول مثلا سجلنا 60 حالة على 580 مركز تقريبا اليوم الثاني 99 حالة اليوم الثالث 72 حالة غش الشباب أكيد جدا أنه إنسان يستعمل الكيت ويستعمل هاتف الجوال والهاتف الجوال بوه ما يدخلش يستعمل تقنيات أخرى للغش فأكيد أنه مربوط بشبكات والشبكات هذه الكفيل بتفكيكها والحد منها هم مش ندخلوا في التفاصيل لو تسمح سيمون كي, كي, كي تقول وزارة التربية اكتشفنا شبكات كاملة للغش هل هي شبكات منفردة ولا شبكات تخدم مع بعضها وشنو معناها شبكة متاع غش الشبكة معناها ارتباط مثلا يقول لك واحد يصلح واحد يعمل الامتحان واحد يسرب واحد يعمل يملي دونك هذه ما يسمى بالشبكة انه مربوطة انه مجموعة من العناصر مربوطين لخدمة كونديدا واحد اللي خدمة كونديتا ولا مجموعة من اللاعب هذا هو ولا مجموعة بلتو سؤال سي منذر سامحني نعم. اسكو كنقولوا شبكة ناسيونال على كامل تراب الجمهورية ولا شبكة في كل ولاية نلقاو شبكة معينة بعض البؤر اللي يتم تفكيكها بين الحين والآخر ويتم متابعتها ورصدها يعني تكنولوجيا مش ندخل معك في تفاصيل العملية وكيفاش تم تفكيكها وكيفاش تم ضبطها لأن هذه من آليات العمل المعتادة والمألوفة لفرق عمل مختصة أما النجم نعرفه هما كيفاش قاعدين يعملوا ولا
لا على الكيت اللي نعرفوه ولا تقنيات جديده ولا كيف؟ انا مثلا اكتشاف ثم محاولات لتطوير بعض التقنيات غير شان واحد يجيب لك وسيله الكارت هذيك يحطها في تكون تاع عصير مثلا ولا يحاولوا يجتهدوا. لكن كيفاش رغم طرافه العمليه ذي ورغم الاجتهادات كيفاش سي المنذر بربي اللي نحب نفهموا التفصيل هذا شنو هي حكايه الباكم تاع جو؟ ثم واحد من المترشحين حط بطاقه في باكم تاع عصير وفرغوا من ال بطاقه شنو بالضبط؟ شنو سي المنذر؟ نعم بطاقة هذيك الكارت في اي بي اللي يستعملوها وحط وحط الباكج في على بشكل بالله. انا وشويه مستمعين ما نعرفوش الكارت في اي بي. والله صدقا انا اكتشفتها وقتها في اللحظه هذه عمليه نحكي لك عن عمليه وتم نحكي لك هذا من بين الاشياء الطريفه ربما لوقت لكن من بين الاشياء اللي تبين انه فرق المراقبه قائمه بواجبها باي شكل من الاشكال تصدي لكل مظاهر الغش مهما حاول بعضهم تطفيرها. شنو هي حكايه احاله كل مراقبي مركز امتحانات على التحقيق؟ لا هذه ما نجمش ندخل فيها. مركز كامل تم لا ما نجمش جست المعلومة 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 لا لا المعلومة لا ما نجمش ندخل معك في حتى تفصيل من نوع ذا. انا توا داخل امتحان مركز امتحان في بن عروس للقيام بالعمل نتاعنا كفريق متابعة. نأمل ان يكون اليوم يكون نهار جيد بالنسبة لنا وبالنسبة للمراقبين وبالنسبة للمترشحين اللي نتمنوا لهم النجاح. وإذا سمع أشياء نحكي لكم عليها إن شاء الله. لا ما فهمتنيش سي منذر، ما قلت لكش حكي لي التفاصيل، جوست مش نأكدوا المعلومة للمستمعين وكهو. فما مركز في تونس تمت إحالة كل مراقبيه على التحقيق، هذا هو. لا ما عنديش علم فعلا. واضح واضح. مشكور جدا مشكور جدا. ربي يفضلك وان شاء الله نهارك زين وان شاء الله بالتوفيق. طيب ليك انت ولكل السائرين على نجاح سير عمليه امتحانات البكالوريا. شنو هي حكايه الكارت في اي بي؟ بعد الفاصل جاوبني خاطر انا ما نعرفهاش. نعمل عليها بحث برمون مشي مختص فيها طيب يعطينا التفاصيل وقت الفاصل. تخيل الامباكت اللي نجم يصير كيف 12 جوان 2024 ان شاء الله نهار باهي ما تسمعوا فيه كان الاخبار الحلوه وان شاء الله بالتوفيق لكل تلمذتنا اللي عديو في البكالوريا. اليوم ماتير مهمه والماتير الكل مهمين اما اليوم اعلى اهميه في لي سيكسيون الكل. دونك ان شاء الله بالتوفيق لكل من يعدي وان شاء الله بالصبر لكل لي بارون اللي يستناو في وليداتهم ان شاء الله يفرحوهم بعد الامتحانات. احنا بعد شويه باش نحكيوا على لا اله الا الله محمد رسول الله باش نحكيوا على راس جدير. اما قبل هذه كيما قلنا كان يحكينا سي المنذر العافي مدير الاتصال في وزارة التربية على تكنيك جديدة متاع غش ما نعرفش جديدة ولا قديمة. حكاية الكارت في اي بي انا واحد من الناس ما نعرفهاش. وسامة هاو عملنا رشيرش صغيرة تعطينا التفاصيل. شوف خالد هي تقريبا اللي معروفة باسم الحمصة الكيت حمصة اللي هو الصغير هذاك اللي يدخل في الوذن الداخل بعد يكون ما يتراش ما يظهرش من برا يدخل الداخل في وسط الأذن. والكارت في اي بي هذيك تم بعد نشوفوا التصوير على الاي اف ام تي في مش نجموا نفهموا لي كومبوزون تاع الكارت في اي بي. هي معناها تركيبه كامله تتباع على الانترنت موجوده نجم تشريها من الاتصال معناها اي بيان سور. هي كل كوميونيكاسيون الكارت في اي بي هذيك تعوض تتشارجا وتعوض التليفون نون ديتكتابل. داكور كيت كامله تنشوفوها هيك الكيت كامله هذيك ديجا على الاي اف ام تي في قاعدين نشوفوا في الصوره. والكارت في اي بي هذيك هيك فيها الطرف الفوقاني هذيك اللي كيما الرصاصه هذيك الحمصه داكور اللي تدخل في الاذن. والكارت هذيك لازم الكارت تبدا بحذيك هذيك علاش حطوها في الاذن هذيك اللي يخبيها التلميذ في الباكوم تاع جو ولا تخبيها في مكان ما يظهرش. دونك هذيك اللي تقوم بالارسال وتستقبل كي لونتين معناها بالضبط تقريبا حاجة هكيك.
شيء كبير سيدي واللي تتباع على مواقع التواصل الاجتماعي راه موجوده. وانا قلت لكم راهي ما تتباعش سور فيسبوك، راهي تتباع سور تيليجرام. تتباع سور تيليجرام هي موجوده على تيليجرام. عايشك تعطي في الافكار الطيبه. ايه افكار اخي انت تسمى راك خالد مازلت بعيد ياسر على التطور نتاع التلامذه نتاع الجيل الجديد. بعيد ياسر. لا حاجه يعرفوا لي جروب ويعرفوا كل شيء. سام دي باس كومبليتمون. هاي سيدي باش نمشيو بالتوفيق للي قرا له روحه، وان شاء الله يجي دوفوار على بورتيه وكهو تو سامبلومون. وان شاء الله الثلاث ايام اللي مازالوا من البكالوريا يتعداو في خير. خايبك باش تدعي اللي شادك ان شاء الله اللي كي تتشدوا. ليه ما ندعيش اش مدخلني باه نحشي الميمون نمشيو المدنين نحكيو على تواصل غلق مع براس جدير مع زميلنا ميمون. صباح النور ميمون. صباح الخير خالد، تحيه ليك وصباح النجاحات لاصدقائنا التلاميذ البكالوريا. الشوط الثاني اللي يبدا اليوم وان شاء الله بالنجاح للجميع. فعلا معبر راس جدير مع تمديد بن قدان كما تعرف انت ويعرفوا السادة المستمعين والمستمعات هو مغلق منذ ثلاثة أشهر من الجانب الليبي. المعبر هذا يعد من أهم المعابر الحدودية في إفريقيا، ومعبر راس جدير عنده أهمية اقتصادية واجتماعية لمتساكني ومواطني معتمدية بن قردان وباقي المعتمديات المجاورة وحتى الولايات المجاورة. قبل ما نحكيه تأثير هذا الغلق اللي كما قلت دائما من الجانب الليبي لمدة أشهر، نشيره وحكينا أمس مع زملائنا في قسم الأخبار أن كان هناك اجتماع رفيع المستوى بين إبارات ثانية من تونس وليبيا. عملوا اجتماع في معبر راس جدير وتم الحديث على لابد من فتح هذا المعبر وعودته إلى النشاط وتجاوز كل الصعوبات اللي حالت دون إدانات نشاط هذا المعبر نحو حركة المسافرين والتجارة البينية. وحسب المعلومات اللي توصلت لنا كان حرص كبير من كل الأطراف باش يعود لهذا المعبر إلى سالف نشاط. ميمون. نعم. ميمون التونسي مراسلنا مراسل اف ام في مدينة ميمون، كيفاش مأثر الغلق هذا المتواصل ثلاثة شهور ولا أكثر في راس جدير على العباد وعلى قوتهم اليومي وعلى فلوسهم وحتى عليهم هما سوسيال مون معناها؟ هو كذلك أنا كنت يوم السبت في نهاية الأسبوع في زيارة لمعتمدية بن قردان ولاحظت تأثير كبير وكبير جدا على الحركية التجارية الاقتصادية سواء المحلات التجارية الموجودة في طريق راس جدير أو طريق مدنين أو شارع الصرف أو حتى في المقاهي أو في المطاعم، سيارة الأجرة، سيارة التاكسي، سوق المغاربية اللي كانت متعودة تستقبل آلاف الزوار خاصة في نهاية الزوار. سوق المغاربية من كامل الجهات الجمهورية الآن الحركة متوقفة، ودائما نقول ونأكد وخالد هذا المعبر مغلق من الجانب الليبي. الجانب التونسي ما خلاش الإجراء هذا، وللتذكير هذا القرار اللي تم خلاته الأطراف الليبية نتيجة ما حدث في هذا المعبر من تبادل طلق ناري وأجواء متوترة في فترة من الفترات في الأشهر الفارطة، ليس فقط على متساكني ومواطني معتمدية بن قردان، حتى الناس اللي متعودين خاصة الأشقاء الليبيين يجيوا إلى جرجيس إلى جربة إلى تونس عموما للعلاج. المصحات الخاصة تأثرت كثيرا من هذا توقف النشاط المعبر، كذلك الحركة السياحية، ويقول الحركة السياحية نقول سياحة الجوار اللي تعد السوق الليبية في المرتبة الثالثة على مستوى الوافدين سنويين على المنطقة السياحية جربة جرجيس. وبالتالي كل اللي عنده علاقة بالأمور الاقتصادية والاجتماعية تأثرت تأثر كبير من الشاوش، خاصة التجار الصغار، التجارة البينية اللي يجيب بعض السلع باش يعرضها سواء في بن قردان أو في مدنين أو في جرجيس أو حتى باقي المعتمديات ولاية مدين أو المعتمديات البعيدة على ولاية مدين، تأثرت كثير من هذا التوقف. الأمل يكون
في أقرب الأجيال يعود هذا النشاط نشاط معبر الراشدين، وكما قلت منذ قليل خالد يعتبر من أهم المعابر والمنافذ في إفريقيا. به أريج حمروني معك. صباح الخير ميمون. مرحبا، صباح النور. شكرا لك، يعطيك ألف صحة على أهمية اللي كنت تحكي فيه. ولكن منذ الغلق هذية كثرت لدات عنا، أخر دات كانت أنه في بداية جوان هذية باش يتحل المعبر، للأسف حتى الموعد هذيك ما كانش موجود. حسب المعلومة إذا كان متوفرة عندك، الاجتماع الأخير اللي صار وصار غاديك بين إطارات أمنية وديوانية من الجانبين الليبي والتونسي، عنيش دات قريبة وشنو السبب متاع الغلق هذية؟ لأنه في الدات الأخرانية قالوا انه فما بلغتنا نحن تروشيكات صغار من الجانب الليبي ويعاود يتحل المعبر. هو الموضوع انت يعني صح اشرتي، الموضوع عند الجانب الليبي، الجانب الليبي هو اللي عنده الحل الرفضي صح الكلمه باش يحل المعبر. هذه فما بعض المواضيع، بعض التراتيب التنظيميه اللوجستيكيه نقولوا حتى الامنيه هذه من اللي يهم الطرف الليبي قاعد ينظم في أموره، معناه من الآخر باش ينطلق هذا المعبر من جديد. أما بالنسبة للطرف التونسي مستعد، وبالمناسبة أنا نقول تحية للإطارات الأمنية والديوانية اللي تعمل لسنوات في هذا المعبر الحدودي، واللي عرف العديد من الأحداث وخاصة بعد ما حدث في ليبيا بعد 2011 وآلاف الفارين وهذا مش موضوع، لكن نقوله اللي تونس مستعدة، وموها التنظيمية الروسية على مستوى الشرطة الحدود أو الديوانة دائما في حالة استعداد. أما نرجع صديقتي نقول لك راهو في انتظار الجانب الليبي، في انتظار الجانب الليبي باش يتجاوز بعض الأمور اللي تهمه واضح هو بالأساس، وبالتالي ما نجموش نحكمه مع الناس المعلومة وقتاش يمشي يحلوا. احنا يأملوا معنا خاصة الناس اللي عندهم علاقة من بعض باش يكون ان شاء الله قبل معنا عيد الأضحى، هذا مجرد أماني وان شاء الله يقع تسليم على أرض الواقع. واضح، شكرا لك ميمون. اخر سؤال مع اسامه السعفي، تفضل. هو مش سؤال، هي فات معلومه فات باش ما نقعدوش في المامول والمنتظر وما الى ذلك، باش نعرفوا على الاقل الاسباب نتاع غلق معبر راس جدير والاجتماع التونسي الليبي. يتحدث السيد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان والمتابعه للازمه هذه، انه فما ثلاثه اسباب اخرى بخلاف الاسباب اللوجستيه اللي الليبيين يطالبوا من خلالها، مثلا بمنع بعض الليبيين من دخول تونس بسبب تشابه أسمائهم مع شخصيات موضوعة في قوائم إرهابية. فما تشابه أسماء، وفما شخصية حطت مؤخرا في تونس هي اسم مشبوه ولكن عن طريق مطار تونس قرطاج، ويقولوا بعض المتابعين أنه يحمل هوية مزورة في بعض الأحيان، ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي سكروا باب رزق قداش من 100 عبد نحكيه على أموال ليبية مجمدة في تونس، ثلاثة أشهر ما تحلش المشكل هذية، ويبدو أنه مازال باش يقعد ما يتحلش. راه سي ان بو بيزار، معناها شوف مشكلة الأموال الليبية المجمدة في تونس مثلا، المشكلة راهي عويصة ما تتعلقش بتونس، ماهيش بيد تونس، ولكن زاد الأسماء هذية اللي هما خايفين من دخولها إلى تونس، فهمتني؟ وإحنا كيف زاد راهو مشكلتها ماهيش سهلة، فهمتني؟ لازم تدقيق، لازم تثبت، وهذا والكل راهو اسباب اعطاهم مصطفى عبد الكبير واكد عليهم. لانه باش تقول لي تنظيميه ولوجستيه، رانا تجاوزنا تنظيميه ولوجستيه ومشينا لاسباب اخرى في انتظار انه تتحل المشكله. واضح، شكرا لك ميمون التونسي مراسل اي اف ام في مدنين، شكرا لك على المعلومات هذيا الكل. المشكله نكركروا فيها انا 13، انا واحد من الناس وليت كيما نروش في الكوندكتور نستغرب. عندي ثلاثة خاصة كي كثرت المواعيد، وبسرتو البريود الأولى تأملنا أنه باش يتم احترام مواعيد هذية، ولكن للأسف أخرتها وقت خدمناها في الدوسي نقعدوا نخدموا على روحنا ونتفاجئوا أنه تحل المعبر كي ما عادش نخدموا عليه يمكن أي جهاز شنو أحوالك؟ لاباس سافا، أمورك باهية؟ الحمد لله والشكر. إيش بيك بصراحة؟ مرتبة مع المعلومة، عندي معلومة مهمة، معلومة في الفوق إي اف. باه نعود فكر اللي جهين بحرت في الويكاند. نحب نأكد اللي المعلومة المهمة
اقسم بالله ما تنجم تقراها كان جهه. لازمكم تعملوا طلع على الورق تفضل جهه، خاطر انا حبيت نقرا نسرق المعلومه ما فهمتش مش كتير. مني من الوقت ماك تعرف عندي برشا مهام دونك تفضل كنت يا لاف وترافيك تسويت من جديد 47 دقيقة على 12 جوان 2024. باش نحكيو توا قلت لكم في اول ليميسيون راهو الدنيا باش تسخن شويه والشمس باش تولي كاسحه شويه الايامات داير حتى نهار السبت كاسحه شويه هي وتخضر. اون توكا باش نحكيو في موضوع انا نستعرف انه واحد من الناس واحد من الرجال اللي ماناش عاطينه برشا اهميه اي بورتون يبدو انه على درجه عاليه جدا 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 من الاهميه خاصه مع لو شونجمون كليماتيك اللي قاعدين نعيشوا فيه ومع القوه نتاع اشعه الشمس اللي ولات موجوده في وقتنا هذا سوجي من الامبورتونس نتاعو عطاتو نظرا للاهميه نتاعو كونساكريت له شركه اسمها ديلونغ باش نحكيو مع ممثلتها مدام ليلى منصوري اليوم ايفينمون تريز اوريجينال. مرحبا بك مدام ليلى منصوري. عايشك خالد، صباح خير، صباح خير الناس كل مستمعين. نقدم لك ساعة شريكة متاعنا سوسيتي غاما فارم ديستريبيوشن. نو سوم لو ديستريبيوتور اوفيسيال دي لابوراتوار غالديرما بور لي مارك دي لونغ سيتافيل اكتينيكا اي اكسيبيال. D'accord. Donc nous sommes dans les soins de peau et la protection solaire aussi. Mais par excellence. Ouais. C'est vrai, la journée هذه ولات un rendez-vous incontournable. ولينا نعملوها كل عام. في نفس البريود à la veille de l'été, نفس البلاصة زاد باش ما نمهمشوش العباد. باش اي justement باش نرجعوا من الاول. Comment est née cette idée déjà ? C'était quoi l'objectif, Melou ? Ou c'était l'événement ? L'objectif, c'était de sensibiliser les gens, justement, pour qu'ils protègent leur peau, pour éviter d'aller vers le vieillissement cutané, les cancers de peau, etc. Donc, on a choisi de faire cet événement dans un cadre sportif. Allez, je rater. À chaque fois, win l'abed, il ramo, ils commencent à prendre conscience qu'ils doivent prendre soin de leur corps. Je pense que tu es d'accord avec moi. Le sport. Donc, on a ou l'abeille de Humalehin Benfessam fait sport. Il y a aussi d'abord le bachar, un tachem khater le bachar. C'est un organe comme tout autre organe du corps. Donc, dans un contexte sportif, il va y avoir plusieurs parcours, donc la marche. Et l'idée me loule, on dirait, je mets l'écran solaire, t'as des langues au défi quoi. Hein? C'est ça en fait. Quand on fait une chose autre, mais les choses entre guillemets banales, ils font les gens tout. Mais vous m'avez dit, nous pour sensibiliser les gens et pour prouver que notre produit marche, hein, on va exposer les gens au soleil bel produit interne. C'est en gros c'est ça, dans une marche haka wala ils vont comprendre wahadam qui seront protégés. Hatta slogan taha c'est la marche vers la protection. Exactement. Mais les gens ils vont faire la marche, ils vont marcher, ils vont faire d'autres activités sportives tout en se protégeant. Normalement, نعمل السبور, نعمل المارش, نمشيو للبحر, نمشيو وين نحبو نحوسو, اما لا بروتيكسيون سولير لازم منها. فوالا, المارش هذايا وين وقتاش؟ المارش هذايا باش تصير لو سامدي 22 جوان ا بارتير دو 15h او باركور سانتي دالمنزا 1. دونك ا بارتير دو 15h كيما قلت. تمك القايلة. À partir de 15h, il y a des wijis, خاطر ما فماش كان مارش. فما plusieurs autres activités. Il va y avoir le volley, le tir à l'arc, le baby foot, le ping-pong, le basket, zumba, body combat. علاش قلت لك راهو on peut faire كل شيء avec la protection solaire des langues. Donc samedi 22 juin في المنزة يرا une marche, يرا برشا حاجات اخرين كنت تسمع فيهم كيما كنت تسمع. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, les grands, les petits, les bébés, les personnes âgées. Et je vois que la porte ouverte
ce qui est juste important à signaler, c'est de s'inscrire. Khater, en s'inscrivant, ça va être plus simple pour nous, pour une meilleure organisation, vu qu'on va distribuer comme, là où on met les numéros et tout. Il va y avoir aussi une tombola, on va offrir des cadeaux et tout. En plus, ça va être dans un contexte festif, il va y avoir de la musique. Ah, c'est l'eau. J'ai beau highlight comme, j'ai beau srar comme, j'ai beau sohab comme, j'ai beau jiren comme, j'ai beau nes l'col. En plus, maintenant, elle est à côté de tout ça, il va y avoir un dépistage. Ah, d'accord. Mais j'ai un groupe de dermatologues d'ailleurs, ils le font bénévolement. Donc les habits, les rando, chaque fille, haja, les habits, elle, il va y avoir un dépistage au niveau même de du parcours. Qu'est-ce que je n'ai pas l'inscription? Donc il suffit juste de s'inscrire en ligne sur www.deslonguesmarches.tn. Ah, mais tout le inscrivez-vous. Site oui. Indépendant, oui, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et là, le nusra numéro quoi déjà, madame? Felta. Donc deslonguesmarches.com. Alors www.deslonguesmarches.tn. D'accord. Donc deslonguesmarches.tn, tu peux faire l'inscription tu comme toi ou كما قلت لكم madame Leila عائلتكم صغاركم صحابكم تمشيو باش تعملوا الجو. Vous allez vous protéger, ma trafouche. Vous allez être protégé justement par la crème solaire Day Long où il y aura des activités. Kharqin l'ad, inshallah. Ou inshallah, les gens tous يستمتعوا بال l'événement هذا. فمش page Facebook, حاجة أخرى وين يلقاو le lien description. احنا عندنا page Facebook نتاعنا نتاع Day Long. À part juste نحاول نرجع لك للجورنيه هذيك à part le pistage des dermatologues, il y aura aussi tout le staff Galderma. Toute l'équipe, les visiteurs médicaux, les visiteurs pharmaceutiques, les conseillères beauté, elles seront, tout le monde sera là pour justement conseiller et répondre aux questions de, du public, des consommateurs. Donc, marhaba bi. Je vous dis, femme barcha, ça nous dépasse, parce qu'on n'a pas été élevé à la quête de la protection solaire. À quel point c'est important concrètement? Les, voilà, les, tu vois, barcha nes, voilà, ouaïin, voilà, hum, ayemchi, ouyenchto, yotlbo, que ce soit en pharmacie, voilà, parapharmacie. C'est très important. Ou ahna, n'arrête justement, on va. On va se baser sur ça, sur l'utilité de se protéger. Comment se protéger? Comment choisir la protection solaire en fonction de type de peau? Moi, juste, je suis n'importe quelle protection. Femme à peau grasse, femme à émulsion, je suis beaucoup plus le peau sèche, femme à fluide, matifiant, je suis le peau grasse. La quantité à mettre, ça a des consommateurs. يحطوا شوية وتقول لك هاني نخدم فيها البروتكسيون ما تتخدمش يفو جوست لابليكي يفو متر لا بون دوز ما نتقشفوش خاطر اذا كان نحطوا شوية اوني با بروتيجي يفو متر لي 2 ميليغرام بار سنتيمتر كاري اللي هما يكورسبوند ا براتيكمون اون بتيت كويير ا كافي هذيك هي اللي لازمها تتحط على الوجه اي بوي يفو لا متر 20 minutes قبل ما نخرجوا ساعة على ساعة تشوف عباد في الكهرباء ولا حتى في الشطبيط ولا في الشط خاطر هي لا بروتيكسيون سولير اصلا يحب لها 20 مينوت غلطه ديك حكيت الكريم سولير في الشط يلزم قبل ما تخرج من الدار تعملها 20 مينوت اون فوا انت في الشط وقعدت نهار كامل ما فما دي كريم سولير يتعاودوا كل ساعتين وحنا انا اوسي دون نوتر جام انا لا شانس دافوار دي كريم سولير يقعدوا نهار كامل سوسي دي بور دي كريم سولير اللي يتعاودوا كل ساعتين ساعه ونص بعد ما عملتها تعاود ما تقعدش تستنى ساعتين وثلاث سوايع باش تقعد تعاود دونك يفو ريابليكي au bon moment, il faut mettre la bonne dose, il faut choisir la bonne crème solaire. Comme ça, on est protégé et on peut profiter et de la vie et de ses à côté l'col. Merci beaucoup, Madame Leila Mansouri, la représentante de Rama Farm, hein?
à ma femme. نحكي اليوم على لا جورني دو مارش ولا ليفينمون دو لا مارش دو داي لانغ باش نفهموا الاهميه نتاع البروتيكسيون سولير. كيما قالت مدام ليلى يوغا دو لا ميوزيك, يوغا دي كادو, يوغا ان ديبيستاج مع دي ديرماتولوج, يوغا حاجه تاع سنسيبيليزاسيون, يوغا موسيقى, يوغا برشا جو في الباركور دو سانتي نتاع المنزه نهار السبت 22 جوان ماضي 3 نتاع العشية. نعود نفكر هذه النسخة نمرو قداش مدام؟ ثالثة. جينيرالمون سا سو رامبلي. وي. ان شاء الله المرة هذه تبارك الله ان شاء الله المرة هذه يجيكم فوزيت بري اكويير بوكو دو موند. والله خالد ولاو هما بيدهم يطلبوا العباد استنسوا بها هما بيدهم يجيونا سوغ لي ريزو سوسيو وهما بيدهم يقولوا لنا وقتاش باش تعملوها الجورني. يا دي كادو يا دي كادو يا دي كادو. قلت لك فما تومبولا فما كادو فما برشا بوكو فما كادوات للصغار سبيسيالمون الناس الكل. الناس الكل مرحبا بالناس الكل. الصغار هما اللي يحكموا في الحكاية. ومرحبا فما دي كادو ومرحبا يا فام دايوغ جوست جو فودغي بروفيتي دو سيت اوكازيون بور ريميرسي تو نو سبونسور اي على لوغ تيت يا فام اللي هي ما عادش سبونسور ولات بارتنير نتاعنا. يعيشك مدام ليلى منصور مديرة دي لونغ. نعود فكر نهار سبت 22 جوان ماضي 3 في الباركور دو سانتي المنزه ليفينمون اسمه لا مارش دو دي لونغ. احنا نكونوا هكا كمان الساعة الأولى نتاعنا في الماتينال سيديس توت شويت شاسمعوا الميتيو مع جيهان, الأخبار مع أنيسة مكشيح, أخبار الرياضة. نتقابلوا إن شاء الله في ساعتنا الثانية من الماتينال. تخيل عندك تلفز على كيفك, تحكي كيفك, تعب